مشاعل، أنا ما أشك بعلاقتك معي، علاقة طيبة ومتأكدة أنك تحبين وتخافين علي، بس لما أمنتك على حاجة المفروض ما تطلع، لما أمنتك وعطيتك سر عنه مرضي قلت لي نتأكد من الفحوصات والنتائج، ما حبيت أي أحد يعرف، بس ما راح ألومك لأنك ممكن تكونين خايفة علي وتبينهم يدرون. اللي مستغربة منه راشد تغير، أحس أنه صار يحبني وأحس أنه فعلا يخاف علي يحبني، ما أدري، بس علاقة حلوة وأحس أني سعيدة فيها. النقلة اللي صارت بيني وبين راشد سعيدة فيها، خليني أعيش لحظتي، ما نعرف بكرة شنو. حتى أنت يا طلال لدرجة تقوم تجيب لي الأكل لغرفتي وقاعدين تتنافسون أنت وأبوك من اللي يوكلني أكثر ومن اللي يعطيني الأكل والعصير. أحبكم، هذا كل اللي أقوله، لكن أنا مستغربة من شيء، ليش دايما إحنا البشر ما نصحى إلا ممكن بعد فوات الأوان أو بعد ما يتعب الشخص؟ ليش ما حسستوني بحبكم هذا كله؟ ليش ما عطيتوني الحنان والحب والخوف والاهتمام هذا اللي قاعدة أشوفه؟ ليش ما عطيتوني إياه من قبل إلا بعد ما طحت؟ خليتوني ودي أحس دايما إني أكون تعبانة وفي فراشي عشان أحس بحبكم وحنانكم. طول الوقت أنا اللي أعطي الحب والحنان والخوف، بس الحمد لله يكفي إني الحين حسيت فيه، ما أبي أفكر ببكرة، خلوني أعيش الفرحة اللي أنا عايشتها، حبكم وحنانكم لي.